لأن الإنسان عندما يجور في البيع والشراء يرسل الله له من يجور عليه في الحقوق. يا الله يا لطيف. الجزاء من جنس العمل. خلاص وضحت صحيح. تمام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. يعني منع الزكاة. منع الزكاة. فأين زكاة المسلمين؟ أين هي؟ والله لا أحد يدري. لا يعني يعني هناك فقراء، وفضيلتكم قلتم في حلقة سابقة أنه جوع الفقراء بتخمة الأغنياء. لا، ما جاع فقير إلا بتخمة غني. إن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني لو الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي، ما بقي فقير في دولة مطلقا الإسلام. نهاية هذه ميزانية الله عز وجل. هو الله ألا يعلم من خلق؟ بل يعلم. يعني يعلم أن قوت هذا في فضل مال هذا، فأنا عندي مال لا أزكي عليه يجوع أخي الفقير، الله عز وجل يغضب، الملائكة تغضب، الرحمة لا تنزل، الغضب غضب الله ينزل. الأمور التي المطر، المطر مرتبط بالزكاة. أنا عندما أزكي فأنمي، والمطر ينزل فيثمر وينمي. لن تدفع ما ينمي، لن تأخذ ما ينمي. صح. انظر الى الى انظر الى الى صياغه بلاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بتلك. سبحان الله. اذا منعوا زكاه الاموال منعوا القطره من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. هذا تحقير من شاننا، لان نرزق لاجل البهائم فقط. سيدنا ولكن هذا لا نسوي شان عند الله سبحانه وتعالى. سياتي الا اذا اتقينا رب العباد. لا حول ولا قوه. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيدنا موسى وقف فيما روي عن في قصص بني إسرائيل يدعو رب العباد بأن يستسقي. يا رب كدنا أن نهلك. قال يا موسى بينكم عاص، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. قال سيدنا موسى ليخرج العاص من بيننا، من الذي يفضح نفسه؟ لا. بعد مدة وجد سيدنا لم يخرج الرجل، فمكث يدعو إذا بأبواب السماء تنفتح كماء بماء منهمر. يا ربي العاصي لم يخرج من بيننا وأنزلت. قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه، سترته وهو عاصي. تمام. قال يا رب دلني عليه كي أتعلم منه كيف تاب. هذا من أدب الكريم، يعني لا أريد أن أضع، لكن أريد أن أتعلم كيف توبته. قال عجبا لك يا كريمي أأستره وهو مذنب وأفضحه لك وهو عاصي. يا سلام. يعني شوف، الرحمة العامة تأتي من الاستقامة الخاصة، يعني كل واحد يستقيم فينا تعم الرحمة على المجتمع. نعم. كله. ونوع يعني الحسنة تعم. الله يرضى عنك. وليس كمذهب بعض السيئة تعم الحسنة. لا ما في هذا سبحان الله. طيب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه علامة. هذه علامة. نقض عهد الله وعهد رسول. النتيجة إيه؟ احتلال أرض الإسلام وأخذ واحتلال منابع الخيرات كلها. نعم. كيف ننقض عهد الله سبحانه وتعالى؟ يعني